السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي. أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بليبيا حالة استنفار قصوى في كل المدن الليبية لمحاربة تنظيم الدولة بعد سيطرة الأخير على مدينة سرت ومطارها والاستيلاء على 8 طائرات حربية. هذا التقدم المثير للتنظيم أثار كذلك رعب السلطات في دول الجوار، خاصة تونس والجزائر التي أعلنت بدورها حالة استنفار قصوى توجسا من تنفيذ هذا التنظيم لتهديداته السابقة بشن هجمات انتحارية بالطائرات على هذين البلدين. نتناول اليوم حقيقة التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة على المنطقة المغاربية وسبل مواجهته. في تصريح صحفي توجه خليفة غويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بالشكر للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وصفه بالمحنك بخبرته السياسية، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين البلدين. تأتي تصريحات خليفة غويل في مغازلة جديدة للرئيس التونسي الذي كان قد التقى به سابقا في تونس، بما عده غويل اعترافا من تونس بحكومته في طرابلس التي تسيطر على أغلب الأراضي الليبية. تجدر الإشارة أن قوات فجر ليبيا أعلنت النفير العام في كل قوات الجيش التي تحت إماراتها والمجموعات الثورية المسلحة المتحالفة معها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء من منطقة سيرت واستحوذ على مجموعة من الطائرات، الأمر الذي أثار حالة من الطوارئ في تونس والجزائر وفي الضفة الشمالية للمتوسط. تريد قوات فجر ليبيا أن تسارع لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يستفحل أمره ويستعصي على الاستئصال، بما يستدعي التدخل الغربي الذي تحاول قوات فجر ليبيا تجنبه وتسعى قوات حفتر إليه بعد أن عجزت عن هزيمة قوات فجر ليبيا، برغم أن الاعتراف الدولي بقي حبيس حكومة برلمان طبرق، إلا أن التعامل الإقليمي والدولي أصبح يتجه في أغلبه مع حكومة طرابلس، سواء عسكريا في الحرب على تنظيم الدولة أو سياسيا بعد عجز قوات حفتر عن التقدم غربا. تونس تنفتح على فجر ليبيا تأمينا لحدودها من جهة، وأيضا بحثا عن منافع اقتصادية، خاصة بعد وعد خليفة الغويل بدفع جزء من تكاليف معالجة الجرحى الليبيين التي بقيت عالقة منذ ثورة 17 فبراير. إذن مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا المشهد الجديد في ليبيا أسعد باستضافة الدكتور عبد العزيز أغني الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي. مرحبا بك دكتور عبد العزيز، كما أرحب كذلك معي عبر الهاتف من تونس نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي، ودكتور إسماعيل معرف من الجزائر الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكما. دكتور إسماعيل معرف، أبدأ معك بتقديرك، ما هي قراءتك في هذا الانتصار الأخير على لسان طبعا تنظيم الدولة الذي حققه في مدينة سرت؟ هل أصبح فعلا التنظيم يشكل خطرا على المنطقة المغاربية كلها؟ دكتور إسماعيل هل تسمعني؟ طيب، في انتظار أن يلتحق بنا الدكتور إسماعيل، الدكتور عبد العزيز أغنية، الحديث عن هذا التنظيم وعن قوة هذا التنظيم، هل فعلا هو يشكل خطر؟ هل هو بهذا الحجم الذي يتحدث به عنه في وسائل الإعلام وحتى في ليبيا وفي خارج ليبيا طبعا؟ التنظيمات المتطرفة يعرف الجميع أنها للأسف الشديد أنها صناعة غربية، صناعة إمبريالية تستحوذ على مناطق الفراغ في الدول التي جاءها ما يسمى بالربيع العربي. الفراغ الموجود في وسط ليبيا القريب من الحقول النفطية، استلام داعش وتركيز الإعلام الغربي على وجود داعش في هذه المنطقة أمر تشوبه الكثير من الريبة والحذر. هذا التنظيم كان موجود متواجد تحت مسميات كثيرة، لم يعلن عنه، لم يرتكب أي من الجرائم، فجأة أصبح يرتكب الجرائم، فجأة أصبح يدمر حتى الأحلاف، ترى أنه مجرد مخطط إلى الاستيلاء
أو إعطاء رخصة دولية لحلف الناتو أو المنظومة الغربية للعودة أو للنزول على الأرض في منطقة الهلال النفطي الليبي. يعني هذا جانب. هذا جانب. الجانب الآخر. الجانب الآخر هذا التنظيم له رؤى في منطقة المغرب العربي. طيب. به أفراد، به قيادات. عدم التصالح الداخلي واستمرار الحروب واستمرار الفشل السياسي بمنطقة المغرب العربي سيغذي هذا التنظيم بالشباب الذي يطمح إلى روح التغيير، إلى استقرار أوضاعه. أنت تعرف شباب الساخط على طبقة سياسية ما في ذلك شيء. أنت تعرف طيب خلينا نعود إلى الحجم دكتور، حجم التنظيم هل هو بهذه الضخامة التي يصور بها أم لا في ليبيا تحديدا؟ يعني تحديدا كليبيين التنظيم ليس كبير، الليبيين وعوا وفهموا أنهم بحاجة إلى بعضهم. طيب. لكن للأسف الشديد ليبيا أصبح نتيجة للتوترات ونتيجة للنزاع المسلح اللي بليبيا أصبح بؤرة جذب إلى عناصر أخرى من خارج طيب. ليبيا. سأعود إليك دكتور عبد العزيز. إلى الجزائر مرة أخرى دكتور إسماعيل معرف، مرحبا بك. هل تنظيم الدولة بعد سيطرته على مدينة سرت وعلى مطار هذه المدينة، تقريبا المدينة الآن بالكامل هي تحت سيطرته، هل فعلا كما يقول البعض أصبح يشكل خطرا استعجاليا إن صح التعبير على المنطقة المغاربية برمتها؟ بكل تأكيد بأن الخطر والخطر هو موجود ولكن ليس استعجالي، لأن ليس هناك حالة ضرورة. نعم. عندما نقول بأنه سيؤدي كل المنطقة المغربية بفعل الآن سيطرته على مدينة سرت في ليبيا عمليا، أنه الآن تقوت شوكته وأصبح يمكنه أن يسيطر على كل المغرب العربي، هذا أيضا نوع من صراحة المبالغة وأيضا إثارة شو إعلامي، ربما بعض من أوساط أمنية وأيضا مخابراتية داخل دول المغرب العربي. الجزائر تريد أن تستبق الأوضاع فقط، ولكن فريدة أنه هذا التنظيم هو خطير صحيح حقيقة، وهو أيضا يستفيد من حالات اللا أمن وحالات هذا الفلتان الموجود على مستوى ليبيا، على مستوى أيضا تونس نوعا ما، وأيضا من جراء الفشل الموجود بالنسبة للحكومات على مستوى الأداءات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أنه ممكن لتنظيم داعش أن يكون يتقوى ويمكن أن يصبح مع المستقبل المنظور أو القادم يشكل خطر على كل منطقة المغرب العربي. طيب. والآن نتكلم من جانب استراتيجي، أولا تنظيم الدولة تنظيم داعش في رأيي بأنه الآن هو تقريبا على المستوى الواقع صحيح في ليبيا ربما يستفيد من حد الفيلات الأمنية. طيب. لغدك، ولكن في الجهة الأخرى في البلدان لغدك تلقى ضربات قوية وتلقى أيضا تقويض على كل مساره، وأيضا أصبحت بعض يعني دكتور إسماعيل هل تعتقد أن هناك تضخيما لخطر هذا التنظيم في المنطقة المغاربية؟ لم أسمع. هل لا تعتقد أن هناك تضخيما لدور هذا التنظيم في المنطقة المغاربية؟ أعتقد فيه تضخيم أولا على مستوى الاستراتيجية الغربية، لأن أيضا الأمريكان والغرب بشكل عام يريد أن يحقق بعض من المكاسب، إحدى هذه المكاسب هو عدم ربما بروز تيارات ديمقراطية مندوية لأنظمة الدكتاتورية والطبيعية الموجودة داخل المغرب العربي، وتحدث عن موجود الآن من سلطة غير شرعية في الجزائر وفي تونس. وأقول أيضا بالجهة الأخرى بأنه فائدة أنه يمكن المخابرات لجنة الاستخبارات في الجزائر أو حتى في المغرب تحاول أن تهول حتى ربما تدير الظهر لمطالب الرأي العام والطبقات النخب السياسية والمثقفة المستنيرة على مسألة التغيير الجذري. طيب. إلى دكتور إسماعيل حقيقية وذهب أيضا إلى شرعنة السلطة. واضح. بالتالي أنه القول بأنه يمكن هذا التنظيم أصبح تقريبا خطر محدق يهدد أمن واستقرار هذا البلدان، أعتقد أنه أيضا هذا التنظيم هو أحد يعني ميكينج غربي
صناعه غربيه بالدرجه الاولى، وافقت ايضا مع استراتيجيه واجندات. نعم. دكتور اسماعيل لو سمحت، خليك معي لو سمحت، ساعود اليك لمواصله هذا النقاش، وارحب الان بانضمام الاستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي معي من تونس. نصر الدين مرحبا بك، هل توافق راي الدكتور اسماعيل وحتى الدكتور عبد العزيز هنا في الاستوديو القائل بان هناك تضخيما لدور هذا التنظيم؟ هو خطر لكنه ليس خطر آني وبشكل مستعجل، من يسعى بتقديرك لتضخيم دور هذا التنظيم في المنطقة؟ مساء الخير، شكرا لك، تحية للمشاهدين ولضيفيك ولك سمير. أعتبر أن الإعلام هو جزء من الحرب القائمة والقادمة، ومن ثم لا يمكن الحديث عن معادلة الصراع في المنطقة دون الحديث عن الإعلام، ومن ثم الإعلام يصبح السلاح الأفعل أو الأشد فاعلية والأشد تأثيرا. ثانيا أريد أن أبدأ بثلاث ملاحظات سريعة جدا. منطقة الصراع الإقليمي يتجاوز المعادلات الثنائية، هي عدو يقابل عدو، واضح ودليل ذلك الملف السوري حين نرى تدخلات عديدة، أعداء يقاتلون بعضهم البعض في مشهد مسرحي سريالي عبثي طائفي بين ظفرين. ثانيا، معادلات الصراع الداخلية والإقليمية والدولية صارت جد متداخلة، ومن ثم لم يعد من ممكن الحديث عن وضع في هذا البلد دون علاقة بالبلد المجاور. ثالثا، وأجيب على السؤال، ما يسمى تنظيم الدولة يأتي دائما محركا لجدل الصراع في المنطقة انطلاقا ثم يتحول إلى اللاعب الأساسي، أو هنا أجيب على السؤال في بعد الإعلامي، الواجهة الأولى أو البعبع الأول الذي يشار إليه، ومن ثم تدور حوله كامل المعادلة. ملخصا أقول في الجزء الأول من المداخلة أننا أمام إعادة توزيع لأوراق اللعبة في ليبيا، كائن من كانت الجهة التي تقف وراء التنظيم. أعتبر أن الوضع في ليبيا الآن مقبل على إعادة توزيع للأوراق. فجر ليبيا في علاقتها بالبعد الإقليمي والدولي تريد أن تضمن شيئين، أن المسيطر الفعلي والفاعل على المنطقة سواء في علاقة بالهجرة السرية وهي الملف الآخر الذي يعرق الغرب، في علاقة بما يسمى داعش، وعندما نربط الهجرة السرية بداعش تتحول المعادلة جد متفجرة. هناك أحاديث الآن في أوروبا على أن داعش يقف وراء هذه الهجرة السرية أو يتمعش منها، أو هنا الأخطر أن يكون طرفا فيها ومن ثم يبعث بعناصره داخل هذه الهجرات السرية. طيب خليك معي نصر الدين، سأعود إليك. دكتور عبد العزيز، التنظيم أعلن حينما سيطر على سرت أن المنطقة المقبلة النية تتجه نحو منطقة الجفرة الاستراتيجية. ماذا تمثل هذه المنطقة بالنسبة للتنظيم وبالنسبة حتى لليبيا أساسا؟ هذه مناطق سيدي الفاضل هي مناطق خالية، تكاد تكون خالية من السكان، هذه قرى آمنة بأهلها تسهل عليها السيطرة، ولكن تقع أهميتها في وقوعها جنوب الهلال النفطي. الهدف الأساسي هو الهلال النفطي وليست هذه القرى. المدن في ليبيا في غرب ليبيا تبدأ من مدينة مصراتة وتنتهي بتونس، وفي شرق ليبيا تبدأ من جدابية وتنتهي في طبرق. وسط ليبيا يكاد يكون خالي من السكان، به قبائل ومدن صغيرة وبسيطة، حتى سرت تعتبر مدينة بسيطة وصغيرة، ليست بضخامة السكان ولا عدد السكان. تنتمي للهلال النفطي. نعم، لكن هناك شيء آخر أستغربه. هل لأنها صغيرة هذا الذي سبب أو يسر بروز التنظيم فيها وسهولة سيطرته عليها؟ سيدي الفاضل، سرت مدينة ملكومة عانت من الحرب الأهلية في 2011، ترك أهلها، لم يدعو إلى المصالحة الوطنية، لم يستتب بها الأمن، كانت بها ثلاث قوات موجودة بها، كانت قوات الجيش الليبي الذي يتبع المنطقة الشرقية بقيادة ضابط عسكري أغتيل اسمه صلاح بوحليقة، كانت تسيطر على قاعدة القرضابية العسكرية، كانت هناك التنظيم الدولي الإسلامي أنصار الشريعة، يطلقون على أنفسهم أنصار الشريعة، وكان هناك تنظيم آخر. هناك فرق بين أنصار الشريعة والتنظيم الدولي، هناك فرق يعني. كان يطلق على أنفسهم أنصار الشريعة، وكان هناك الآن هناك فرق يعني آخر. حتى تحديد المصطلحات حتى المشاهد مهم جدا، هناك فرق الآن في ليبيا. هذا الذي كان موجود، أنا أتكلم على منطقة كان موجود وكان موجود. هذه ثلاث تنظيمات. التنظيم الثاني كان اللي يسمى اليوم فجر ليبيا، وهو تنظيم عسكري مسلح كان يتبع منطقة مصرعتة. عندما اغتيل صلاح بوحليقة وتم سحب هذه القوة العسكرية التي تتبع إلى شرق ليبيا، انسحبت إلى بنغازي، بقوا أنصار الشريعة
وبعض المجموعات العسكرية التي تتبع إلى مدينة مصراتة. انتهت هذا التنظيم، كانت هناك قبيلة أخرى، تنظيم عسكري آخر يتبع إلى قبيلة الفرجان، وهي قبيلة في تسكن مدينة سرت. طيب. هذا التنظيم فجر ليبيا، فجر ليبيا أخذ السلاح وحل كتيبة الفرجان، ثم انسحب الآن من سرت، بقوا أنصار الشريعة الذين قلب اسمهم فيما بعد إلى داعش. هل هم نفس العناصر أم لا؟ هناك بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى أنصار الشريعة في سرت انسحبوا من تنظيم داعش ورحلوا من منطقة سرت، سواء إلى طرابلس أو سواء إلى مدن أخرى، بعض منهم حتى هاجر من ليبيا على الإطلاق. المشكلة أين تقع سيدي الفاضل؟ لماذا يخرج لدينا تنظيم اسمه داعش يمتد في منطقة الهلال النفطي، ولا يخرج لدينا تنظيم آخر متطرف في بعض المناطق الأخرى، رغم أن الليبيين يعرفون أن هذه التنظيمات المتطرفة موجودة في كل المجموعات؟ نعم. هل هو سؤال مهم. موضوع لعب أوراق سياسية، هناك ضغط غربي أيضا كما ذكر ضيفك من تونس، هناك ورقة الهجرة غير شرعية، هناك الصراع المسلح الآن في ليبيا، الصراع السياسي الذي لم يكن خافيا على أحد. نعم. ما يحتاجه الليبيين في خطوة جيدة طبعا من الشباب في مدينة جنزور، أنه وصلوا إلى اتفاق مع أهالي ورشفانة، وتم تبادل الأسرى، وتم التحام في مشهد طيب قد يؤسس إلى مصالحة وطنية شاملة. هذه هذا الأشياء يتطلع لها الليبيون. خليني أنقل هذا السؤال وهذه الملاحظة التي ذكرتها دكتور إلى دكتور إسماعيل معراف. دكتور إسماعيل، كنت تتحدث عن طبيعة إن صح التعبير الجغرافية للمناطق التي يتواجد بها أساسا تنظيم الدولة. منطقة سرت التي أعلن تنظيم سيطرته عليها هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع الماضي تنتمي إلى ما يسمى بالهلال النفطي. لماذا بتقديرك بروز هذا التنظيم في هذه المناطق التي هي في نهاية الأمر مناطق غنية بالنفط، نفس السيناريو تقريبا بروزه وسيطرته على أهم المدن النفطية في العراق ولا حتى في سوريا؟ أعتقد أنه يفهم من هذا السيطرة بأن حتى بأن المشروع الأمريكي والمشروع الغربي بشكل خاص هو وراء هذا التنظيم، لأن ربما نحتاج إلى سنوات حتى نستطيع أن نكتشف خلفيات هذا التنظيم، ولماذا وجد هكذا هذا التنظيم، ولماذا أصبح يتقوى، ولماذا أصبح موجود في مناطق كثيرة في المنطقة العربية، وأيضا لماذا موجود أيضا في المناطق التي ذكرت، هي المناطق التي بها النفط وفيها أيضا هذا الطاقة إلى غد. أعتقد إنه الغرب وأمريكا على وجه التحديد هي لا تلعب مع البلدان العربية، هي عندما صراحة حاولت أن تدخل على الخط فيما يخص مطالب الشعوب في الديمقراطية، وأيضا الذهاب إلى ربيع عربي مثل ما يوصف وصف إلى غدك، هي صراحة أرادت أنها تحقق الكثير من الأهداف، وأيضا تفرض هيمنتها وسيطرتها على المنطقة بعد سنوات. لماذا؟ لأن التحذير هو صراحة هو لحالة من الدول التي تسود فيها الفوضى، يسود فيها الانقسام، وتسود فيها أيضا الطائفية والعرقية، بمعنى أنه نذهب إلى حالة اللا دولة حتى يصبح التدخل الأجنبي ضرورة وطنية من الأحزاب السياسية داخل هذا البلدان في ليبيا وغيرها. واعتقد ايضا بانه يمكن هذا التنظيم لغايه الان هو يقدم خدمات ربما مهمه جدا الى الاستراتيجيه الغربيه بشكل عام والامريكيه على وجه التحديد، ويمكن ايضا انه يساعدها على المخابر التي تشتغل داخل واشنطن وغيرها على انها توظف ربما ترتيبات المراحل القادمه. واضح. بالنسبه لهذا دكتور اسماعيل حتى يسهل صراحه الاستفاده. نعم. من خيرات. خليك معي دكتور اسماعيل في غايه من الدهاء. نعم، خليك معي دكتور اسماعيل. نصر الدين من جديد اليك فيما يتعلق الان ب طبعا هذا التنظيم، خطر هذا التنظيم اثار ذعرا في تونس والجزائر اساسا على اعتبار تهديدات حتى متكرره من هذا التنظيم انها ربما ستستهدف مناطق سياحية، ستستهدف البلدين أساسا تونس والجزائر بطائرات بشكل انتحاري كما حصل في مرات أخرى أو في مناطق أخرى. هذا الخطر في النهاية يدفع إلى ضرورة التنسيق والترتيب بين البلدين أساسا. الشيء الذي
يقول بعض لا نراه متوفرا في هذه اللحظة بين تونس وبين الجزائر، والبعض يقول إن الطبقة السياسية الحاكمة الآن في تونس عوض من تقوية صلتها بالنظام في الجزائر كما كان في بداية الانتخابات وفي السنوات الماضية يبدو أنها اتجهت أكثر نحو فرنسا، اتجهت أكثر نحو أمريكا، الشيء الذي سبب ردود فعل غاضبة من الجزائر. هل الوضع بهذا الشكل؟ ولماذا تونس لا تريد التنسيق التام مع جارتها الجزائر وتتجه نحو أمريكا ونحو فرنسا أساسا؟ أولا هناك أسئلة عديدة فيما ذكرته سمير، وهي أسئلة منهجية وأسئلة معرفية وأسئلة ضرورية بالاستراتيجية والاستشرافية. أبدأ بالقول أولا أنه ما يسمى تنظيم الدولة بين ظفرين يدعي أنه دولة ويريد دولة، وينطلق من الشكل العسكري التقليدي للتنظيمات بين ظفرين الإرهابية أو السلفية أو الجهادية إلى التمسك بالأرض والتصرف في الناس، ومن ثم إقامة نمط حياتي على طريقتي. من ثم في سوريا كما في ليبيا يحاول السيطرة أو وضع اليد على المقادير الاقتصادية للبلد، ومن ثم في سوريا يذهب إلى المناطق أشد خصوبة والتي تؤتيه ثروات، في ليبيا يذهب إلى الأماكن الغنية بالنفط، ومن ثم غريزة الحياة لدى هذا الكائن الدخيل على المنطقة تجعله يذهب إلى هذه المناطق. ثانيا أعتبر أن الخطر قائم وحقيقي، لكن لا يجب أن نضخمه ونعتبره أكثر من حجمه. هناك أخطار متعددة، الخطر لا يتهدد تونس كما يتهدد الجزائر. الجزائر دولة ذات منظومة عسكرية واستخباراتية شديدة التطوير أو التطور مقارنة مع تونس. وأعود إلى سؤالك المركزي حول علاقة تونس بالجزائر، كما كتبت منذ أشهر وأعيد وأقول العلاقات جد متوترة بين الجزائر وتونس. أولا على المستوى المفاهيم، هناك قراءات مختلفة متناقضة للإرهاب. تونس لا تزال ضمن الصورة التقليدية تقابل الإرهابيين، الجزائر كأي أكثر تطورا مع ما يمكن نقدمه من نقد في مقاومة الإرهاب. ثانيا الحلف او الامضاء الاتفاق مع الحلف الاطلسي، تراه الجزائر قد ثبت ذلك وهي ولا حاجه الى تبيان او ادله، انه اعلان حرب على الجزائر والجزائر ترى نفسها يعني معنيه بهذا الحلف. من ثم نحن امام دوائر عديده، الدائره الاولى هو ان هذا الخطر تنظيم ما يسمى الدوله يتهدد الجميع، الدائره الثانيه هي التقاطعات الجهويه والمقليميه والدوليه، والثالثه هو الصراع القائم الان بين تونس والجزائر، رغم ان تونس حاولت الذهاب في تطمين الجزائر، لكن لا اظن ان العقل الذي يحكم المعادله الامنيه والمخابراتيه والسياسيه في الجزائر قد يفهم ويتقبل او بين ظفرين يصدق الدعاوي التونسيه. هناك الان تقاطعات عديده تدخل ضمنها هذا التنظيم، او على الاقل يبرز او يطل براسه من سرت، اعتبره ظاهره اعلاميه. واختم واقول انه لم ينشا هذا التنظيم من فراغ، انا متاكد ان هناك مسلحين كانوا يحملون زيا معينا ثم حملوا زي الدولة، ومن ثم نحن أمام نوع من المناولة أو سكرتونس بالفرنسية التي أصبحت هي جزء من الحروب بالوكالة في المنطقة. طيب نصر الدين سأعود إليك. دكتور عبد العزيز أغنية، هل الدول المجاورة لليبيا تونس والجزائر يعني أساسا هل هي مستعدة لمواجهة هذا التنظيم الآن؟ المعروف أن هذا التنظيم ينتمي له أفراد من تونس ومن الجزائر. نعم. الذي فجر نفسه في هوتيل كورنتيا في تونس. قلب طرابلس تونسي، الذي فجر نفسه قبل يومين في بوابة الدافنية تونسي، كذلك في القبة كان تونسي. هذا يضع المثقف التونسي وأهل تونس والحكومة التونسية في تساؤل، كم لديها من مواطنين تونسيين ينتموا إلى هذا التنظيم المتطرف. نعم. كذلك تشير التقارير الصحفية الكثيرة إلى هناك الكثير من الجزائريين الذين ينتموا إلى هذا التنظيم داخل ليبيا. النتيجة للفوضى المسلحة وعدم الوئام داخل ليبيا السياسي وعدم الثبات جعل من ليبيا بؤرة استقطاب لكل هؤلاء المتطرفين بما فيهم الذين لجأوا من مالي مجموعات بوكو حرام وغيرها. نعم. طبعا في هذه البيئة ستنشط المخابرات الأجنبية وينشط المال الملوث والدعم
هل السلطات في دول الجوار مستعدة لمواجهة هذا الخطر؟ نتيجة للفوضى السياسية ما زالت هناك هذه دول تتعافى من مشاكلها السياسية الداخلية. هناك نحن نعرف أن في تونس مشاكل وهناك بالجزائر كذلك مشاكل من يمكن أن يحكم في المستقبل. هناك صراع سياسي لم يسمى إلى لم يسوى إلى الآن. الدول الإقليمية المجاورة لليبيا إذا لم تضغط على كل الأطراف التي لها مصالح معها لأن تجلس على طاولة حوار واحدة وأن تحاول أن تلملم جراح الليبيين الداخلية ستتضرر من بارود هذا يعني صندوق البارود أو برميل البارود المشتعل في ليبيا. يعني بتقديرك مواجهة إذن تنظيم الدولة لا يمكن أن تكون ناجعة إلا ببداية التوافق الليبي الليبي بين الفرقاء السياسيين في ليبيا حكومة تبرق وحكومة طرابلس. نعم بداية إن لم يتم هذا فلا يمكن الحديث عن مواجهة حقيقية لهذا التنظيم. طيب الآن تونس تنفتح على حكومة طرابلس وأنت رأيت ربما سمعت كذلك غويل يتحدث عن حكمة سياسية وخبرة للباجي قايد السبسي والسبسي يبدو أنه بادله نفس الشعور. هل هذا الانفتاح هكذا العلني بين تونس وبين حكومة طرابلس هل سيكون له تأثير على علاقة تونس بتبرق مثلا؟ كان من المفروض من القيادة السياسية التونسية أن تحاول أن تكون علاقاتها متوازية مع الأطراف الموجودة في ليبيا وأن تدفعها إلى الحوار لا أن تأخذ جانب واحد في العلاقة مع طرابلس. هي لم تأخذ جانب واحد تونس في النهاية إلى حد الآن لم تأخذ جانب يعني واحد يعني تصريحات وزير الخارجية وباجي قايد السبسي فسرت أن تونس تقف مع طرابلس لمصالحها الاستراتيجية في الحدود ولأن كل هذه المشاكل التي تحدث الآن على الحدود وعلى الأطراف وعلى الأموال كذلك التي تتدفق إلى تونس أو تخرج من تونس إلى ليبيا كل هذا التنظيم علاقته في طرابلس وليس في طبرق البعيدة مكانا. ولكن الدول الإقليمية المجاورة لليبيا جميعها مطلوبة أن تكون لها علاقات مع كل الأطراف وتحاول أن تخلق أرضية خصبة لالتقاء هذه الأطراف السياسية والتخفيف من حدة توتر الخطاب الإعلامي واستدعاء بعضهم البعض. هذا لا يخدم لا المواطن الليبي ولا الدول الإقليمية ويؤثر على الأمن الإقليمي بشكل مباشر سواء لمصر أو لتونس أو الجزائر. سأعود لك دكتور عبد العزيز إلى الأستاذ دكتور إسماعيل معراف. دكتور إسماعيل الخطر الكل تقريبا يقول أنه خطر التنظيم ليس على ليبيا فقط بل هو على دول الجوار كلها أساسا تونس والجزائر. لماذا ليس هناك أو لا نرى أو لا نسمع الحديث عن تنسيق بين الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية؟ لماذا ليس هناك غرفة عمليات واحدة قيادة عسكرية موحدة لمواجهة هذا التنظيم؟ ما الذي ينقص؟ ما هي الحلقة التي تنقص لترتب هذا التنسيق كما يجب بين تونس والجزائر؟ أحسنت عندما طرحت لي هذه مسألة العلاقة بين الجزائر وتونس وأنا سمعت الآن بأن هناك توتر في العلاقات بين البلدين وأن تونس عندما ذهبت نوعا ما للتنسيق مع فرنسا الجزائر اعتبرت ذلك على حساب مصالحها إلى غد ذلك. أعتقد أن هذا يمكن تحليل في رأيي غير صائب. لماذا؟ لأن كيد الجزائر وتونس مرتبطتين بالمتروبول الفرنسي لأنه ليس هناك سلطة لديها قرار سيادي لا في الجزائر ولا في تونس. كل في تونس وأيضا فرنسا هي التي تحكم في الجانب الاستراتيجي. وأعتقد أنه حتى في مسألة الإرهاب الجزائر وتونس هي دركي بالنسبة للغرب حتى تحمي حتى بالنسبة للهجرة السرية والهجرة الغير شرعية تحمي حتى لا تدخل هذه الأفواج التي تريد أن تذهب إلى الفتنوس في أوروبا إلى غداك. بمعنى أنه أعتقد أنه التنسيق موجود بين الجزائر وتونس وأعتقد أنه قايد السبسي لولا الماضي التي تحكم في الجزائر لما كان رئيسا لتونس وهذه ربما. طيب لكن هذا يا دكتور إسماعيل هذا التنسيق اللي تتحدث عنه والترتيب ربما وكما قلت أنت لولا الجزائر لما حكم السبسي في تونس أو فاز. لكن المشكل دكتور إسماعيل ما الذي أغضب الجزائريين من الزيارة الأخيرة مثلا التي قام بها الباجي قايد السبسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني لا أعتقد أن هناك غضب. أولا لأن الصحف الجزائرية كلها تحدثت عن هذه الزيارة وذكرت أن السلطات في الجزائر غاضبة مما وقع ترتيبه بين الباجي قايد السبسي والولايات المتحدة. والله شوف تعرف أنه الجماعة التي تحكم في الجزائر أنا لا حتى أقول النظام جماعة تحكم في الجزائر
تريد صراحة أن ربما فرنسا وأمريكا تخاطب، عندما تخاطب من الجزائر وتونس تخاطب باسم الجزائر الذي تتكلم باسم تونس، وهذا شيء ربما أقلق حتى الإخوة في تونس، يعني حتى الرئيس هذا قايد السبسي أغضبه أنه لابد أنه دائما يرجع إلى حكمة الرئيس بوتفليقة وإلى النظام في الجزائر إلى غد. ولكن أنا في رأيي بأنه لا الجزائر ولا تونس لديهم هذا القرار السيادي الذي يتحكمون فيه ويقدمون الرؤية التي يريدون في مسألة مكافحة الإرهاب. يا سيدي الفاضل، بأن المخابرات الفرنسية صراحة وحتى بالنسبة لبعض من العسكريين الأمريكان هم الذين يشرفون على مسألة التنسيق بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الإرهاب، لأن ضيوفك تكلموا بأن الإرهاب الآن لم يعد قضية أجندة وطنية أو أجندة إقليمية، الآن ظاهرة دولية، لأن الذين أطلقوا الإرهاب ودعموا الإرهاب وساندوا الإرهاب وأيضا يقدمون كل القراءات بمخابرهم لهذا التنظيم الدولة إلى غداد، هم أيضا صراحة يجب أن يتركوا هكذا هذه الأزمة تحدث بين الجزائر وتونس في الجانب الاستراتيجي. أعتقد أنها فرقعات إعلامية واضح. ليس إلا لا شكرا شكرا جزيلا دكتور اسماعيل معراف، عذرا على المقاطعه لان الوقت انتهى. دكتور اسماعيل معراف الاكاديمي والمحلل السياسي كنت معي من الجزائر. اختم معك نصر الدين، هل الدول المغاربيه لها القدره وحدها على مواجهه هذا التنظيم ام هي في حاجه دائما لمسانده ومساعده وتدخل الغرب؟ أضع المعادلة ضمن مرتبة المصلحة وليس المقدرة، هناك تدخلات، هناك جهات محلية وإقليمية ودولية تقف وراء هذا التنظيم. قلتها وعيده أن التنظيم ما يسمى داعش والعجين محلي والفرن أوروبي وغربي. ثانيا أقول أن الدول القائمة الآن في على الأقل فيما يسمى المغرب العربي أو في المغرب العربي لها مصالح مشتركة لكن ليس بينها الحد الأدنى من التعاون. ثالثا أعتبر أن المعادلة الدولية، وهنا أتفق واختلف مع الدكتور إسماعيل معراف، بأن هذه الدول لا يمكن أن تكون ذات قرار غير مرتبط أو لا يقرع المعادلة الدولية، لكن لا أذهب مثله إلى اعتبار أنه في جميع الدول هي تلاميذ تتلقى الأوامر من باريس ومن واشنطن، على الأقل في منطق التلقي والتفاعل والتبعية بين ظفرين هناك مراتب وهناك معادلة دائرة وسطى محلية مرتبطة بالدائرة الأوسع التي تحدث عنها. أعتبر أنه الآن هناك منطق اللحظة ومنطق الأنية ومنطق الارتجال يضرب المنطقة الآن خاصة في ليبيا. المعادلة في ليبيا سيعود بصياغتها. الآن هناك تسليس للعبة حقيقي في ليبيا، هناك ما يسمى حكومة طبرق، هناك الجهة التي تحكم في الغرب وهي فجر ليبيا ومن معها دخل كائن ثالث. هذا الكائن الثالث لا يريد التحالف أو لا يريد أن يكون ثالثا، يريد أن يكون الأول، من ثم معركة ثلاثية الآن قائمة في ليبيا تدور حولها دائرة أوسع وهي الدائرة الإقليمية بين دول ليس بينها الحد الأدنى من الترابط والتعاون الإقليمي ضمن دائرة دولية لا تنظر إلى المصلحة بالعين. شكرا لك شكرا لك نصر الدين، وعذرا كذلك على المقاطعة على الوقت فعلا انتهى. أستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من تونس. دكتور عبد العزيز، في برقية يعني صح التعبير، الرد المستقبل الآن هذا التنظيم سيتمدد وسيبقى كما يقول أم أننا نستطيع أن نقول أن ليبيا على اختلاف الفوارق السياسية بينهما تبرق وطرابلس قادرين على صد هذا التنظيم خاصة بعد الإعلان النفير العام الآن من فجر ليبيا؟ طالما استمر هناك فراغ وقتال واختلاف سيتمدد هذا التنظيم، ليس بالعناصر الوطنية الليبية، نحن مجتمع ليبي قبلي عائلي مدني يعني بسيط. عناصر هذا التنظيم ليس ليبيين في معظمهم. هناك مال ملوث يدخل لليبيا يجند هؤلاء العناصر، بدليل من قتل نفسه في البوابات ومن يقطع في رقاب الناس أو خلال المعارك المختلفة سواء كان في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا، كلهم غير ليبيين. هناك نسبة قليلة من الليبيين.
هناك مؤامرة يراد منها إنزال قوات عسكرية غربية في الهلال النفطي لإعادة صياغة عقود النفط الليبي والاستفادة منه. هناك معركة أشمل ما بين إيطاليا وفرنسا من جانب وما بين بريطانيا وأمريكا من جانب آخر. الدول الإقليمية لديها كذلك مصالح إقليمية إقليمية ومصالح متنوعة مع الشريك الغربي الذي يصر على استمرار الفوضى في ليبيا. أذكر طبعا الآن مشاهد الكرام بالأرقام التي تظهر في الشاشة وإمكانية التواصل معنا والاتصال الآن للتعليق على هذا الموضوع اليوم الذي كان متعلقا أساسا بتنظيم الدولة سيطرته على مدينة سرت والخطر الذي يشكله على المنطقة المغربية. أعود لك دكتور عبد العزيز فيما يتعلق برسالة ربما تركها في موقعه باللغة الإنجليزية تنظيم الدولة في المغرب العربي، يتحدث على أننا بعد أن سيطر على سرت يعني طبعا يا أننا على بعد 1200 كيلومتر من روما، وسنأتي إليك يا روما أو معنى هذا الكلام. ما الخطر الذي يشكله الآن على جنوب المتوسط؟ هذا الاستمراره في ليبيا وتمدده داخل ليبيا إذ لم يتفق الفرقاء الليبيين مع بعض يشكل تهديد مباشر على جنوب البحر الأبيض المتوسط كل الدول وعلى دول الجوار. إننا نصل إلى روما، هذه هي رسالة قد يترجمها الإيطاليين بأنهم يريدون أن يدخلوا بأرجلهم، وهذه قد تكون ليست رسالة حقيقية إنما هي رسالة كيدية أثيرت في الإعلام من أجل نزول القوات الغربية سواء كانت قوات الإيطالية سواء كانت القوات حلف النادي استدراجها لأن تجلس. ولا أستطيع أن أنكر لك أو أستطيع أن أقول لك إن هذه مثل هذه الرسائل هي رسائل بالفعل رسائل ملوثة بأسماء هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب ربما لديهم فكر متطرف يقطعون الروس كذا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يهددوا على أوروبا. هذه الدول الغربية التي تمتلك من قوة والسلاح الكثير لكي تنزل إلى هذه إذن الموقع. هذه الرسائل هي دعوة لأوروبا بالتدخل العسكري يعني؟ هذه رسائل ربما توجهها أطراف أوروبية لنفسها، ربما توجهها المطابخ المخابراتية على اعتبار أن هي خلف هذا التنظيم، باعتبار أن هي خلف هذا التنظيم وغير من التنظيمات من أدخل المنطقة العربية أو المنطقة بالكامل المنطقة الإسلامية في هذه الفوضى لدرجة أن المسلمين يقتلون بعضهم البعض وينكلون ويمثلون بجثث بعضهم. هذا ليس في المفهوم الإسلامي الصحيح. هناك خلاف سياسي، هناك خلاف إداري، كيف تدار الدول، من يكون في السلطة، من يكون مطيع لولي الأمر، ولكن ليس خلاف بقطع الرؤوس وحرق النفط وتدمير الأثار. هذه لم تكن في تاريخنا الإسلامي على مدى 1400 سنة ولن تكون، وإنما هذه أفكار داخلة ونتيجة لمال ملوث ولتخدم أجندات معينة يعرفها المواطن العربي. أشرع في تلقي الاتصالات الآن مع الأخ علي من الجزائر. مساء الخير سي سمير. مساء النور يا أخي، تفضل. بارك الله فيك وعلى ضيوفك الكرام. بعض من الصحف يلحون أن الربيع العربي هو خراب للشعوب وحتى للأركان الحرية والديمقراطية. الوضع الحالي في ليبيا هو فعل خطير على الجوار الذي يخلط الأوراق هذا الربيع بحجة أن الأمن في المنطقة هو مهدد وحتى للشعوب الذي هذا كله يساعد الأنظمة الاستبدادية التي جاءت بعد الربيع العربي. في زيارة الأخيرة للوفد لرئيس باجي قايد السبت إلى الولايات المتحدة خطأ هو الحكم الجزائري مشتاش هذا الزيارة خطراش يحسب روحه هو الوحيد لنجم يقضي طيب. على هذا الربيع العربي. شكرا لك أخي علي، شكرا لك، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. سمير من فرنسا الآن. السلام عليكم أخي سمير. وعليكم السلام سمير، مرحبا. أحييك أخي العزيز وأحيي قناة المغاربية أخي. يا أخي أتمنى إن شاء الله الدعاء مني إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله الجزائر وتونس يتفيد ويساعدوا خوتنا الليبيين يا أخي. يساعدوهم يا أخي، والله تسفك الدماء لما الإنسان يشوف يحزن.
والله يحزن لما يشوف الدماء تسفك هكذا يا أخي في ليبيا. وأتمنى من إخواننا الليبيين يديروا مصارحة يا أخي، يتصالحوا بعضهم البعض يا أخي، يتصالحوا وهم مسلمين وبلد واحد ويتصالحوا يا أخي، أحسن أحسن من القتل، ويديروا يد في يد. وأتمنى إن شاء الله الجزائر، الجيش الجزائري والجيش التونسي يتساعدوا بعضهم البعض ويساعدوا خوتهم الليبيين، فهادو مسلمين محتاجين للمساعدة منا إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا إخوة تونسيين وليبيين وجزائريين إن شاء الله. والسلام عليكم أخي سمير. وعليكم السلام يا سي سمير. وأنا كذلك بهذا بسمير نختم حلقة اليوم من المشهد التونسي. طبعا أشكر الدكتور إسماعيل معراف الأكاديمي والمحلل السياسي كان معي من الجزائر، أستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب كذلك من تونس، وأشكر الدكتور عبد العزيز أغنية الأكاديمي الليبي. شكرا جزيلا لك دكتور على استجابتك للدعوة. مشاهدي الكرام، إلى أن نلقاكم بحول الله غدا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.